ولهذا قال العلماء ينبغي لمن عاد المريض أن ينفس له في أجله، يعني يفرحه، يقول ما شاء الله أنت اليوم في خير وما أشبه ذلك، يعني مو بلازم يقول أنت طيب، قد يكون اليوم أشد مرضا من أمس، لكن يقول أنت اليوم في خير، لأن المؤمن كله خير، كل أمر المؤمن خير، إن أصابه ضر فهو في خير، إن أصابته سر فهو في خير، فيقول الله اليوم أنت بخير والحمد لله وما أشبه ذلك مما يدخل عليه السرور. والأجل محتوم، إن كان هذا المرض أجله مات، وإن كان بقي له شيء من الدنيا بقي. المهم أنه ينبغي كما قال أهل العلم أن ننفس له في أجله، وينبغي أيضا أن نذكره التوبة، لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة، لأنه ربما ينزعج ويقول لولا أنه رأى أن مرضي خطير ما ذكرني بالتوبة، لكن يبدأ يذكر من الآيات، إن كان يحفظ الآيات أو الأحاديث اللي فيها الثناء على التائبين، ما يتذكر به المريض. وينبغي كذلك أن يذكره الوصية، ما يقول أوصي فإن أجلك قريب، إذا قال هكذا أزعج. يذكر مثلا بقصص واردة عليه، مثلا يقول فلان مثلا كان عليه دين، وكان رجل حازم مثلا، كان يوصي أهله بقضاء دينه، وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا ينزعج بها. قال أهل العلم وينبغي أيضا إذا رأى منه تشوفا إلى أن يقرأ عليه، ينبغي أن يقرأ عليه، ينفث عليه بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قولها اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ومثل قوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. أو يقرأ عليه بسورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة رقية تقرأ بها على المرضى وعلى الذين لدغتهم العقرب أو الحية أو ما أشبه ذلك. المهم إذا رأى من المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه، لئلا يلجئه إلى طلب القراءة، لئلا يلجئ المريض إلى طلب القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت مع أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقال هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقوله لا يسرقون يعني لا يطلبون أحدا يقرأ عليهم، فأنت إذا رأيته يتشوف القراءة اقرأ عليه لئلا تحرجه إلى طلب القراءة. كذلك أيضا إذا رأيت أن المريض يحب أن تطيل المقام عنده فأطل المقام، أنت على خير وعلى أجر، أطل المقام عنده، أدخل عليه السرور، ربما يكون في دخول السرور على قلبه سببا لشفائه، لأن سرور المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء. فإذا رأيت أنه يحب أنك تبقى فابقى عنده وأطل الجلوس حتى ترى أنه ملأ. أما إذا رأيت أن الرجل متكلف ولا يحب أنك تبقى، يحب أن تذهب عنه حتى يحضر أهله ويأنس بهم، فلا تتأخر، لا تتأخر، على طول اسأل عن حاله ثم انصرف.